تحلي بسواعد بالمجد وبالقصد المارد. عمرها بتحبها يا ترام، عمرها بجوارح بيضاء بالحب ما نحيب فرح بحب. عمرها وزين على طرها، عمرها عن صلبي على عتبي بتساند عتبي. عمرها نسم يا شجرة، عمرها يوسف ضوي ومقصودي على اسم النعمة مرصودي. عمرها ضوي يا قمرها، عمرها عساس حيطان صلبي على عتبي بتساند عتبي. عمرها نسم يا شجرة، عمرها يوسف ضوي ومقصودي على اسم النعمة مرصودي. عمرها وضوي يا قمر، عمرها بسواعد، عمرها بدين، عمرها بمحبتي وسعادة في العين، عمرها بسواعد، عمرها بدين، عمرها بمحبتي وسعادة في العين، عمرها عمرها. وحلقة جديدة ولقاء جديد معكم مشاهدينا. عمرها خطة واستراتيجية عمل لبناء المجتمع، خطة تهم المجتمع والحياة والأسرة، وكيف إذا كان الأمر يتعلق بالنشأ والأطفال والشباب لبناء جيل المستقبل ومن خلال قطاع التربية والتعليم. أهلا بكم إلى حلقة اليوم. في عمرها اليوم مشاهدينا عودة إلى البذور التي نزرعها دائما لنحصد ثمار بناء مستقبلنا من خلال أطفالنا وأبنائنا في المدارس، من خلال التربية والتعليم. هذا القطاع الهام جدا والذي تقع عليه مسؤولية بناء المجتمع من خلال بناء الأجيال. ما هو جديد وزارة التربية والتعليم لهذا العام ونحن على أبواب عام دراسي جديد نتأمل فيه إن شاء الله قطف ثمرات تعبنا جميعا كأسر وكأسرة تربوية وكطلاب، لنكون فعلا على خط سير إيماننا ببناء وطننا وازدهاره وعماره أيضا. إذن مع بداية العام لابد من اللقاء مع الأستاذ محمد قزق مدير التربية في اللاذقية للحديث عن جديد العملية التعليمية والتربوية. ماذا عن مدارسنا؟ كيف استوعبت الأعداد المطلوب فعلا دخول إلى المدارس مع طبعا طلاب الوافدين؟ ماذا عن جديد المناهج، جديد خطة ما يعني تتعلق بكثير من التفاصيل التي سنناقشها في حلقة اليوم؟ هذا ما سنطرحه لضيفنا الأستاذ محمد قزق مدير التربية في اللاذقية. أهلا ومرحبا أستاذ محمد. مساءك، أهلا وسهلا فيكم وكل عام وأنتم بخير. مع بداية العام الجديد، وفي البداية نقرأ هذه المقدمة التي كتبتها الزميلة رضا أحمد. مع كل عام جديد ترسم أجيالنا بسمة المستقبل بأمل وجد وعطاء لبناء الوطن الأم. وعلى الرغم من كل المصاعب والظروف القاسية التي نمر بها من حرب كونية إلى ضغوط اقتصادية ومادية ونفسية، لكن إيمان أجيالنا بغد مشرق يزيل الأسلاك الشائكة ليفتح طريقه بالعلم والمعرفة من أجل أن تستمر سوريا بعطاء دائم وأجيال متجددة. هكذا بدت الصورة التي سجلت في أذهاننا مع انطلاق اليوم الأول لبداية عام دراسي جديد، والتهافت الحاصل من قبل أبنائنا الطلبة على كسب العلم في العديد من المدارس التي قمنا بزيارتها. وكانت الصورة من أجمل اللوحات المرسومة على وجوه طلابنا التي تحاكي الحاضر والمستقبل. وقد اتخذت الوزارة عدة إجراءات من شأنها فعلا أن تساهم وتواكب كل جديد في العملية التربوية والتعليمية، وهذا ما دفعنا للقاء المبكر يعني مع بداية العام مع الأستاذ محمد قزق مدير التربية ليضعنا بجديد العام الدراسي الجديد، سواء من حيث عدد المدارس المؤهلة للطلاب إضافة لإعداد الطلبة وآلية توزيع الوافدين وغيرها من الأسئلة التي نطرحها على ضيفنا. أهلا ومرحبا أستاذ مرة جديدة. يسعد مساكم. أهلا وسهلا. من وين بدنا نبلش؟ بلشنا العام الدراسي مبارحة، كان يعني اليوم الأول. أولا لتضعنا بصورة يعني عدد المدارس في اللاذقية في محافظة اللاذقية،
الحقيقية، وهل هي فعلا كلها مؤهلة لاستقبال طلابنا، سواء يعني طلاب محافظة اللاذقية مع الطلاب الوافدين من المحافظات الأخرى؟ بداية يسعد مساكم مساء المشاهدين أينما كانوا. كل عام أنتم بخير زملائنا المدرسين والمعلمين، كل عام أنتم بخير أبنائنا الطلاب، كل عام أنتم بخير جيشنا الباسل الذي من خلال تضحياته ومن خلال تضحياته التي يقوم بها نستطيع أن نذهب بكل أمان إلى مدارسنا أينما كانت في محافظة اللاذقية. كل عام أنتم بخير بلدي الحبيب سوريا. بداية كما هو معروف لدى الجميع، اعتبارا من مساء البارحة من صباح البارحة افتتحت المدارس على مستوى أراضي الجمهورية العربية السورية، وفي محافظة اللاذقية أيضا تم في الصباح الباكر استقبال أبنائنا الطلاب على مستوى المحافظة في الريف والمدينة. بالنسبة لعدد المدارس التي قامت باستقبال الطلاب صباح البارحة، بلغ عدد المدارس 1137 مدرسة للحلقة الأولى والثانية، إضافة إلى الثانويات المنتشرة على مستوى أرجاء المحافظة. توجه بحدود 260 ألف طالب وطالبة إلى مدارسهم، إضافة إلى عدد بلغ بحدود 26 حتى 30 ألف طالب من أبنائنا الوافدين من المحافظات والمسجلين في مدارسنا. والحمد لله رب العالمين، نحن كما يعرف الجميع مديرية التربية اعتبارا من المدير والمدراء المساعدين وجميع رؤساء الدوائر خلية عمل متكاملة. شيء طبيعي اليوم الأول هناك قد يحدث بعض نقول بعض المدارس، من حيث المدارس خلال الأسبوع الإداري قام زملائنا مدراء المدارس بتجهيز مدارسهم، ولكن لابد من ظهور بعض الإشكالات هنا أو هناك. نعمل جميعا كفريق عمل في مديرية التربية على استيعاب وحل جميع هذه المدارس. طبعا مديرية التربية قامت بإصدار التشكيلات للتشكيلات الإداريين والمعلمين ومعلمي الصف والمدرسين ممن تقدموا بطلبات نقل خلال فترة طلبات النقل. بعض زملائنا المدرسين لم يستطيعوا خلال فترة طلبات تقديم الطلبات لأسباب معينة تتعلق، البعض لم يسمع، البعض تغير مكان سكنه اضطر إلى أن يغير مدرسته إلى ما هنالك. حاليا نحن نقوم بدراسة بعض الحالات، نستطيع أن نسميها بالحالات الخاصة، وبعض الأمور الاجتماعية، بعض الظروف الاجتماعية والإنسانية التي تتم دراستها. حاليا زملائنا رؤساء الدوائر مع الموجهين المختصين يقومون بدراسة هذه الحالات، وإن شاء الله المفروض يكون خلال هذا الأسبوع يعني بشكل عام نستطيع من الانتهاء من هذا الأمر، لأنه كلما كان الإسراع في هذا الأمر كلما نستطيع أن نوفر استقرار في العملية التدريسية، وبالتالي نستطيع الحصول على مخرجات تعليمية جيدة بقدر ما نقوم بإسراع بمثل هذه التشكيلات. مدارسنا نستطيع أن نقول الحمد لله من خلال الاتصالات التي قد ترد إلى مديرية التربية، يعني الحمد لله رب العالمين، نقول إنه العام ابتدأ بشكل مستقر، وإن شاء الله نريد أن نزيد من استقرار هذا العام لكي كما ذكرت لكي نستطيع الحصول على المخرجات التي نريد أن نتمنى أن الحصول عليها في نهاية هذا العام. نعم إن شاء الله بداية خير، يعني مثل ما بنقول مساعدة خير يا رب، هيك بالأمن والأمان وإرادة شعبنا اللي صلى 5 سنين عم تتجلى بأبهى صورة، تبقى هذه الإرادة أيضا مع طلابنا والأسرة التربوية عموما، اللي أيضا المضي بهذا العام بثمرات التفوق والنجاح. طبعا بدنا ننوه لمشاهدينا كالعادة أنه بإمكانهم التواصل والاتصال على الرقم 429-200 في حال وجود أي تساؤل، يعني أكيد بنغتنم وجود الأستاذ محمد قزق مدير التربية للإجابة على التساؤلات. هلأ في كتير يعني ما بعرف ما رح نقول في كتير، بس في جديد، يعني كل عام وزارة التربية هي في إطار مواكبتها لجديد وتطوير العملية التربوية، يعني تخضع بعض الأمور إما لتعديلات أو تغييرات جديدة. هلا اولا نبدا بالمناهج استاذ، هل هناك تغيير بالمناهج يعني بشكل كامل ام تعديلات؟ ماذا عن المناهج؟ وكما يعرف الجميع لدينا مركز الوطني لتطوير المناهج، وبالتالي عمليه تطوير المناهج عمليه مستمره في حركه استمراريه دائمه، نستطيع الوصول الى
الهدف الأساسي من هذا المنهاج المدرسي. في هذا العام مثلا على سبيل المثال لدينا في الصف الثاني الثانوي العلمي كتاب الرياضيات، وقد قام زملائنا الموجهين بدورة مركزية في دمشق، ومن خلالها أيضا تم تدريب زملائنا المدرسين على مستوى الثانويات لهذا المنهاج الجديد وفي محافظة في مدينة اللاذقية. واعتبارا أيام السبت من كل أسبوع سوف نقوم بتدريب بقية زملائنا الذين لم يستطعوا الخضوع مثل هذه الدورة. البارحة مثلا زملائنا في موجهين اللغة الفرنسية أيضا كانوا في دمشق وفي مركز تطوير المناهج، وأيضا بالنسبة لتطوير مادة اللغة الفرنسية تغير شيء مناهج ولا يعني هناك تعديلات في بعض الأمور يتم تغييرها، وبعض الأمور عبارة عن تعديلات يعني حذف وحدة إضافة وحدة إضافة بعض الوحدات، والبعض يكون في هناك تعديل بشكل عام يعني على المنهاج. ونحن بالنسبة لهذا الموضوع يعني كثير من زملائنا المدرسين أو الأهالي بالأخص الأهالي أنه لم نستطيع منهاج جديد وما يوجد لديهم انطباع أو تخوف. نقول لجميع أهالينا بأن المنهاج إن كان في هناك تعديل وإن كان لابد من إتباع دورات، نحن نقوم مباشرة بإخضاع زملائنا الذين يقومون بها بتعليم هذا المنهاج إلى دورات حتى في أيام السبت، بحيث أنه إذا كان في هناك أي تعديل يستطيع هذا المدرس الحصول على طرق تدريسية جديدة أو منهاج جديد إذا كان بعض الأمور ضبابي بالنسبة إليه، وبالتالي يستطيع إيصالها إلى أبنائنا الطلاب أينما وجدوا. نعم. يعني المناهج الابتدائي ما فيها تغيير، لا هي لا مثل لا ما الابتدائي هي إذا بس الحادي عشر وبعض الحادي عشر صف الحادي عشر يعني شو الهدف منا للتهيئة للبكالوريا؟ يعني نحن عم نشوف إنه طلاب عم بيتركوا الحادي عشر بيقول لك نحن ندرس البكالوريا، كأنه بده يصير ربط بينه وبين البكالوريا. يعني بشكل عام المنهاج الجديد هناك صيرة توصل ما بين الصف الثاني الثانوي والثالث الثانوي. يعني كما منهاج الصف الثاني الثانوي حالي الرياضيات متصل كما من خلال زملائنا من خلال الدورات التدريبية متصل مع الصف الثالث الثانوي، وبالتالي ضروري جدا أن يخضع هؤلاء الزملاء إلى مثل هذه الدورات، لأنه كما ذكرت هو عبارة عن اتصال مباشر بالنسبة للصف الثالث الثانوي. وبشكل عام هي المناهج في المناهج الحديثة الحالية هناك حلقة وصل ما بين المراحل ولخص في التعليم الثانوي. بالضبط كثير من زملائنا المدرسين أو حتى الأهالي انه صف العاشر غير متصل بالحادي عشر والحادي عشر غير متصل بالثانوي، نحن نقول هو عبارة عن مرحلة ثانوية كاملة الجميع متصل فيه. الصف الاول الثانوي يختلف لانه كما هناك توجه لدى الطالب ميول ادبية وعلمية بالتالي يختلف، اما الثاني الثانوي والثالث الثانوي فهناك كثيرا من الامور المتداخلة والمتشعبة، وبالتالي لا يستطيع الطالب صف الثالث ان لم يهضم هذه المواد. في مواد من السابع يعني هلا العربي اللغات حتى الرياضيات هي من السابع بدها تكون مؤسسة بشكل تماما تماما. هناك من الصف الاول الاعدادي الصف السابع وحتى الثالث الثانوي هناك اتصال، هذا عبارة عن موضوع علم ولا يمكن فصل فئة حلقة عن حلقة. في بعض الامور تكون متراكمة وخبرات متراكمة وبالتالي عبارة عن حلقة سلسلة مترابطة من الصف السابع حتى الصف الثالث الثانوي. نعم على سيرة العاشر يعني كان موضوع العلمي والأدبي، شو التوجه بهذا المجال أستاذ؟ هو عبارة عن نوع من التوجه نحو التشعيب العلمي والأدبي. الخطة الدرسية بقيت كما كانت بالنسبة لمرحلة الصف العاشر، إنما تم إلى هناك توجه الوزارة بحيث أن يستطيع الطالب، هي عبارة عن ميول الطالب، معرفة ميول الطالب، ميله. تحديد ميله بالصف العاشر، هل كان يريد أدبي أو يريد علمي. إن كان يريد علمي فهناك بعض الإثراء ببعض الخطة الدرسية كما ذكرت بقيت كما على سبيل المثال مادة في الفرع العلمي مادة التاريخ والجغرافيا والمعلوماتية أخذت ساعة من كل مادة وأضيفت إلى التوجه العلمي، أما الأدبي لم يخص عليه أي تغيير. طبعا يحق للطالب الذي يريد أن يسجل في كان ميوله في الصف الأول الثانوي علمي وفي الصف الثاني انتقل نجح إلى الصف الثاني يريد أن يغير، يحق له أن يغير كمان. نعم نعم عبارة عن توجه نحو العلمي أو الأدبي. طبعا في حال يعني هناك كثير أسئلة في هذا الموضوع، طبعا بالنسبة للموضوع إذا كان في الثانوية الواحدة أكثر من شعبي في الصف الأول الثانوي فيستطيع مدير الثانوية بكل ارتياح إذا كان توفر لديه الأطر التدريسية أن يأخذ شعبي علمي وشعبي أدبي، لا ريب في ذلك ولا ضرر في ذلك. نعم نعم إذا كان في أكثر من شعبي، أما إذا كان في شعبي واحد
فلا يجوز يعني مثلا بس معظم مدارسنا فيه أكثر من شعبي. نعم نعم يعني. في الريف أحيانا تكون شعبي واحدة فيختار بهالحالة بياخذ بس كتب العلمي ولا في تغيير كمان بالمنهج؟ هو لا يأخذ كتب الطالب في مرحلة التعليم الثانوي كما هو معرفة يقوم هو بشراء الكتب. ايه قصدي مو بياخذهم يعني انه بياخذهم كمنهاج يعني بيدرسهم يعني بيدرس فقط المنهاج العلمي. يوجد خطه درسيه للصف الاول الثانوي، للصف الاول الثانوي علمي موجوده خطه درسيه والادبي موجود خطه درسيه. اذا كانت هذه الشعبه ارادت ان تتجه ميولها ادبيه فياخذ منهاج الخطه الدرسيه للفرع الادبي توجيه ميول الطالب. هنا اذكر نقطه مهمه على سبيل المثال كثير من الاتصالات تاتينا عدد طلاب معين من الشعب الواحدي مثلا 15 طالب في سنوية معينة يريدون القسم يريد أدبي أو قسم يريد علمي. علمي هنا إما جميع الطلاب علمي أو جميع الطلاب أدبي إذا عدد قليل إذا يعني. عدد قليل. أما في المدينة أو في مراكز المدن لدينا شعبتان، شعبة موجودة فيها 50 طالب يستطيع مدير مدرسة بكل سنوي أن يكون لديه شعبي ثانوي علمي وشعبي ثانوي ميول أدبي. يعني بحس هون يركز على عدد الطلاب بين الشعبي والأخرى هذا لا مشكلة في هذا الأمر. ممكن يكون لدينا 30 طالب توجه علمي مقابل 20 طالب في توجه هذا هو دائما الأدبي بيكون أقل. لا مشكلة في هذا الأمر. عن إذا كان لدينا شعبة واحدة فقط في الثانوي 15 طالب 17 طالب 18 طالب في القرى يوجد لدينا مثل هذه الحالات يريدون علمي وأدبي هنا إما علمي أو أدبي خلاص بياخذوا المنهاج علمي أو أدبي. نعم هلأ نحن بشوي أكتر مرة ذكرت يوم السبت أنه هي للأساتذة أنه يعملوا دورات بس نحن بتعرف قديش هلأ بوسائل الاتصال عم تطلع كتير شائعات وأنه والله السبت لغوا العطلة فنحن منحب اليوم يعني كل شيء هيك طلع كلام عليه نحن نثبت يعني إما عكسه أو نثبت إذا المعلومة صح. يوم السبت بقي يوم عطلة يوم عطلة بالنسبة للطلاب والمدرسين والمعلمين الذين ليس لديهم أي دورات. على سبيل المثال العاملين في مديرية التربية ليس لديهم يوم عطلة يوم السبت. نحن يوم السبت نداوم مثل بقية الأيام وبالتالي أيضا كثير من الدورات تكون لدينا يوم سبت وكثير من الخطط وكثير من المراكز لدينا يوم سبت عادي جدا. أما بالنسبة للطلاب والمعلمين الذين ليس لديهم دورات فهو عبارة عن عطلة رسمية يومي الجمعة والسبت ولا يوجد رقم كل ما أقيل ونشر على مواقع صح. على اتصال يعني شفت قديش كمان يقولوا تأجلت المدارس وصارت شائعة أنه هي تأجلت فهيك بيطلع هذا الكلام يعني ما بعرف شو هو أقرب إلى الأمنية أو ما بعرف قد تكون أقرب إلى الأمنية بعض أتمنى. أما بالنسبة للدوام يوم السبت يعني عطلة يومين أسبوعيين موجودة وما في أي تغيير عليها. بالنسبة للكتب المدرسية أستاذ بنعرف تقريبا من كم أول يومين تقريبا بتتوزع الكتب بالنسبة طبعا للمراحل التعليم الأساسي أو الحلقة الأولى والثانية تم يعني متوفرة كل الكتب يعني هذا بالنسبة لموضوع الكتب المدرسية فكما تعرفين لدينا فرع المطبوعات المدرسية وهو يتكفل بهذه المهمة وزميلنا الأستاذ أيمن يعني يقوم بمهمته على أكمل وجه وتم التواصل بيننا وبينه وجميع مدارسنا استلمت الكتب في مرحلة التعليم الأساسي من الأول وحتى الصف التاسع والحمد لله لا يوجد أي نقص في أي كتاب وقام أمناء المكاتب ومعاونينهم في مدارسنا المختلفة ضمن برنامج زمني محدد باستلام هذه الكتب ومن المفروض أن يكونوا في البارحة واليوم قاموا بتوزيع هذه الكتب إلى أبنائنا الطلاب أينما كانوا. هلأ نحن بنعرف عنا هيك فكرة أنه في بعض الكتب يعني أنه ممكن تدويرها يعني للعام أنه يستخدم طالب كتاب قديم هاي قدين نسبتها هاي يعني هو كما معروف لدى الجميع حاليا طباعة الكتاب يعني تكلف طبعاً أموال طبعاً. باهظة جدا جدا وتقوم وزارة التربية بطباعة الكتب وبمبالغ هائلة جدا وشيء طبيعي أن يقوم من أهم شيء على المعلم أن يقوم بإيصال فكرة المحافظة على الكتاب والمحافظة على البيئة المدرسية وأساس المدرسي من أهم لا يقل أهمية عن تعليم الطفل عبارة عن يجب أن المعلم أن يقوم بتوجيه هذا التالي وبالتالي الكتاب المدرسي يجب أن يحافظ الطالب عليه يجب أن يقوم باستعماله على أكمل وجه وأن يحافظ عليه لكي يستطيع أحد أبنائنا الطلبة في العام القادم استلام هذا الكتاب.
في حال إذا كان بعض الكتب التاريخي وغير ممكن الدراسة فيها، خاصة الكتب اللي فيها اكتيفيتي يعني تدريبات، نعم كتاب نشاط طالب أو مجال يعني لازم يكون جديد. أحيانا يجب على الطالب، أحيانا نحن نقول دوما أبدا الطالب يجب عليه أن يقول، ويجب على زملائنا المعلمين في المدارس أن يوجهوا الطلاب استعمال القلم الرصاص في هذه الحالة، لأنه استعمال القلم الناشف يؤدي إلى تلف الكتاب بالدرجة الأولى وبالدرجة الثانية عند المراجعة في أثناء الامتحان، عندما يرى الطالب هذا الموجود أمامه عبارة عن مكتوب بالقلم الحبر، وبالتالي يعني تكون الإفادة أقل. نعم، معنا اتصال من ماهر، تفضل ماهر. الله يعافيك يا هلا. بعد إذنك بتسألني الأستاذ، أولاد أختي جايين من السعودية، نعم، ابتدائي وثانوي، شو الأوراق المطلوبة؟ يعني بدهم تصديق من الخارجية السعودية ولا بس من هون؟ نعم، خليك شوي على الخط. طيب ماشي. شو استاذ اذا جاي يعني من السعوديه وابتدائي وثانوي بدهم اوراق بدها تصديق من مرحله لمرحله ابتدائي وثانوي؟ ابتدائي وثانوي. بالنسبه للابتدائي، موضوع الابتدائي يقوم نحن كما ذكرت اذا كان لديهم اي مستند بهذا الخصوص بالصف الذي قام بدراسته الطالب، يستطيع مباشره مراجعه دائره التعليم الاساسي لدينا وتحل جميع الإشكالات الموجودة. أما بالنسبة للأساسي، أما بالنسبة للطالب الثانوي، فإذا كان لديه شهادة بالنسبة للثانوي، لا أعرف بأي صف هو، أي صف؟ صف ثامن وعاشر. ثامن وعاشر. فإذا كان هناك بحاجة إلى تعديل الشهادة، ولكن نحن نقوم بقبول هذا الطالب شرطيا حتى يتم تعديل الشهادة. بدون تصديق من الخارجية عم يسأل؟ في بعض، نعم نعم، أحيانا تحتاج إلى تصديق من الخارجية، ولكن يوجد مكتب تصديق خارجي في مدينة اللاذقية. لا نعم. بعد إذنك السؤال، إنه الخارجية السعودية ولا من هون؟ إذا من هون محلولة. هلا هناك لدينا في وزارة التربية لجنة لمعادلة الشهادات، يستطيع زميلة إذا كان زميل أو الأخ مراجعة مديرية التربية في هذا الموضوع، دائرة التعليم الثانوي، وبالتالي تحل جميع هذه المشاكل. ولا يوجد، نحن من واجبنا أن نقوم باستقبال جميع الطلاب وتذليل جميع الصعوبات إذا كان هناك أي صعوبات. نعم، يعني بإمكانه يراجع بكرة مديرية بكل التربية غدا صباحا يستطيع أن يراجع دائرة التعليم الأساسي ودائرة التعليم الثانوي ويدلون على الطريق الصحيح بهذا الموضوع مع أحضار جميع الوثائق الذي لديه، وبالتالي يتم توجهه إلى المكان المحدد. نعم، شكرا ماهر، شكرا لك. بالتالي أستاذ هون هلأ يعني حتى ما نبتعد عن الفكرة، الطلاب اللي عم يجوا من المحافظات الأخرى الوافدين، يعني إذا ما معهم أوراق نحن بنعرف كيف عم يجوا بأي ظروف، كيف عم بيتم قبولهم؟ هلأ هناك نوعين من الطلاب، طلاب في مرحلة التعليم الأساسي وطلاب في مرحلة التعليم الثانوي. بالنسبة للطلاب مرحلة التعليم الأساسي، إذا كان لديهم ثبوتيات معينة، درس في جلاء مدرسي صحيفي، مدرسة جلاء مدرسي أو كشف علامات أو إلى ما هنالك، مباشرة نقوم بوضعهم في الصف. يعني طالب لديه جلاء مدرسي العام الفائت كان في الصف الخامس، شيء وناجح، شيء طبيعي في العام الثالث. أما وسيقة. إذا كان لديه أي وثيقة تثبت في أي صف، فنقوم مباشرة ب مراجعة التعليم الإلزامي، وبالتالي إجراء سبر معلومات لديه، يقول أنا طالب في الصف الرابع، نقوم بإجراء سبر في الصف الرابع، كان العام الماضي صف رابع، نقوم بإجراء سبر معلومات، وهو عبارة عن سبر عادي جدا، يعني يتأكد أنه فعلا صف رابع أو أقل، إذا نجح في هذا السبر فيوضع في الصف الخامس مباشرة وهكذا. وما عم تطلبوا يعني أي شيء؟ إذا ثبوتيات، إذا لم يكن لديه ثبوتيات، أما إذا أحيانا مثلا يردنا بعض الحالات لا يوجد دفتر عائلي ولا يوجد هوية مع الأب ولا يوجد أي شيء، ومع يعني ذلك قلنا للجميع يستطيع أن يراجع دائرة النفوس في محافظة اللاذقية، لأن هناك في ربط شبكي، إذا كان لا يعرف تاريخ ولادته في أي عام، يقوم بمراجعة النفوس وبالتالي إخراج قيد، ولا على هذا إخراج القيد يتم تحديد الفئة العمرية وبأي صف يجب أن يكون، ويمكن إجراء سبر معلومات ووضعه في الصف المناسب. وبالتالي وعطفا عليه أستاذ، في كتير ناس يعني عم تتحجج أنه هي لأن في وراء وما بيقبلونا وهي ما بقى عم بيبعتوا أولادهم، يعني في حالات، وهي مسؤوليتكم طبعا كمديرية التربية بمتابعة حالات التسرب تحت زريعة أنه والله لأن نحن ما معنا وراء، ولأنه يعني هن مفكرين أنه في إشكالات، وهي علما أنه أنتم كتير عم تكون في تبسيطات أمور مبسطة، ونفس الوقت في كتير أهالي يعني هن ما حابين أولادهم يكملوا، ففعلا ما عم بيروحوا على المدرسة. بس ناخد اتصال من سيها. إلهام، تفضلي إلهام. صباح الخير. يا هلا. أنا إيهاب مو إلهام. إيهاب طلع لا إلهام ولا إيهام، تفضل إيهاب، أهلا وسهلا. تحية لضيفك الكريم الموجود معي. أهلا وسهلا فيك أستاذ محمد.
يا هلا تفضل. الله يخليك. بس بدنا نسأل، أنا كنت موظف مديرية التربية بحلب. نعم. قدمنا طلبات نقل لهم، مع أنه نحن أنا ملتحق احتياطي يعني، هلا عم أخدم بالجيش. نعم. وقدمنا طلبات نقل، نحن مستوفين الشروط كلها يعني. نعم. انت انت من اللاذقيه، كنت عم تشتغل بتخدم بحلب يعني كمدرس؟ أيوة. يعني خدمه ريف او؟ ايوه تمام. كم سنه كم سنه هو؟ هلا لي تقريبا شي 5 سنين ونص. 5 سنين ونص. نعم. وسؤال ثاني كمان على الراتب. هلا هون سؤالك انه بيحق لك تنتقل على اللاذقيه ولا لا؟ ما هيك؟ ايه هو. نعم. بيحق لنا، اكيد بيحق لنا، بس ليش ما اجت اسماء؟ انا ما بنعرف، اجت اسماء كثير يعني، بس اسمنا ما كان موجود نهائيا. هل السنة بقدم انا كمان على النقل؟ شو اسمك؟ ايهاب. شو؟ ايهاب احمد علي. احمد علي. طيب والسؤال الثاني؟ السؤال الثاني، نحن كثير عم نتعذب بموضوع الراتب، لانه راتبنا نحن من مديرية تربية حلب. نعم. يعني هذا الشهر لهلا لسه انا ما قبضه. هو تحديد مركز عمل في محافظة اللاذقية اخي ايهاب؟ لا لا استاذي الكريم، انا تابع لمديرية تربية حلب. وعندما دعيت الى الخدمة الاحتياطية دعيت، وانت كنت في حلب يعني دعيت من حلب. ايه لك. نعم. وكيف عم يتم حاليا؟ عم يبعثوا لنا الرواتب بالشركات، بس يعني بتعرف بقل محاسبه. نعم. ومزاجه اي مد. نعم. بيبعثها ما بيرد علينا، معاناة يعني. نعم. معاناة صعبة كتير، مو بس انا يعني، في اكثر من 1000 شاب رفقاتي يعني. طيب. عم يعانوا من هذا. طيب. الموضوع. شكرا ايهاب، شكرا لك. موضوع انه هو ليش ما اجت اسماءهم، بحق له صار ينتقل 5 سنين. هذا موضوع 5 سنين ونص، هذا يقوم بتقديم طلب الى وزارة التربية، وبالتالي هناك المتزوجات اولا ومن ثم العزابي. اما بالنسبة لي موضوع هذا يعني موضوع له علاقة بالوزارة وليس علاقة في مديرية التربية بالنسبة لعملية النقل. نحن كل من يأتي يعني هو ما في قانون أن اللي صلوا 5 سنين صار بيحق له، كل يعني من 5 سنين بيحق له، ولكن أحيانا هناك المتزوجات أولا يعني مفروض يراجع، هل ترى هل قامت مديرية التربية بحلب بإرسال أوراقه أم لا؟ أحيانا ممكن تكون للوزارة. نعم، يتأكد إذا كان لديه اسم في الوزارة أم لا. كثير احيانا تكون الاوراق غير مستوفيه مجموعه الاوراق، وبالتالي يوجد نقص في بالاوراق، وبالتالي يهمل مثل هكذا الطلبات. عم يخدم لذلك يعني اذا كان لديه اي قريب او ما شابه ذلك في دمشق يتابع له اموره. لماذا 5 سنوات ونص بشكل عام؟ يعني 5 سنوات يحق. اما بالنسبه للموضوع بالنسبه للراتب يعني اخي هاب يعني الله يحميه، يا طالما يخدم في القوات المسلحه يعني هو موضوع هو لو محدد مركز عمله في مديرية اللاذقية، فمديرية التربية اللاذقية بالنسبة لموضوع الرواتب تم حل قسم من الرواتب بعد جهد جيد عن طريق حركة النقود العادية، ونعمل على القسم الآخر. أما هو في محافظة حلب وليس محدد مركز عمله هناك، شو طبيعي أن يقوموا المعتمدين بإرساله عن طريق الوسائل المتاحة، ليس هو لا ليس منقول إلى مديرية اللاذقية وبالتالي راتبه من لدينا، وليس محدد مركز عمله في مديرية اللاذقية، وبالتالي هو يعتبر على ملاك مديرية تربية حلب. نعم. وبالتالي يعني بس ان شاء الله بلكي اذا ان شاء الله نتمنى ان يكون في كان لديه في ملحق في ملحق التنقلات ان يكون لديه اسم، وبالتالي. نعم. يصبح راتبه من محافظه اللاذقيه. ناخذ ابو يزن. تفضل ابو يزن. الو سلامات. يا هلا. اهلا وسهلا فيك استاذ محمد، كيفك؟ اهلا استاذ مساك، الله يخليك يا رب. استاذ محمد، انا اب لاربعه اطفال وكلهم بالمدرسه وقاعدين بالقرى الشماليه من محافظه اللاذقيه. نعم. وابني صف 10 سنه. نعم. وميوله علميه وعدد طلاب شوي يعني قليل، يمكن يكونوا ادبي. نعم. وما فيني اسكن بالمدينه لحتى يحدد علمي ولا ادبي. نعم. فيعني شو الحل هون؟ ما اذا كانت ميوله ادبيه يعني اذا حس انه ميوله ادبي ما بتاثر لقدام ولا شو؟ يعني انا بفهم، هل هو الان يفضل الفرع العلمي حاليا؟ هو ميوله علميه وعلاماته بالتاسع بالعلمي منيحه يعني الحمد لله رب. نعم. العالمين. ولكن المدرسه الذي يدرس فيها هي عرامه. مدرسه عرامه بالضبط استاذ. عرامه. نعم. التوجه الحالي في عرامه عباره عن ادبي. في ادبي. اي والله هيك اللي فهمت يعني ما متاكد 100% استاذ محمد. نعم. يعني انا بالنسبه لي بتعرف يعني ما فيني انا استاجر باللاذقية ما عدا المؤاخذ يعني اقل بيت ب 30000 35000. اخ ابو يزن، عندما تتأكد من ميول العلمية أو الأدبية. أيوة. فتستطيع أن تراجع مدير التربية في أي وقت تريد. الله يبارك وبالتالي فيك. يمكن معالج هذه الأمور. نتمنى بما أنه
ولدك ميوله علمية، نتمنى أن يكون الميول العلمي في الثانوية وبالتالي يقبل في نفس الثانوية. بارك الله فيك. أهلا أخي كريم. نعم هاي هي يعني اللي كنت حضرتك عم تحكي انه اذا بالريف ممكن ما يلتقى طالبين ميول علميه فبدها تصير توجه ادبي يعني. طيب كيف بتعالج هي يعني المساله؟ نحن نقول هناك لدينا مثل هذه الحاله نقوم نحن بدراسه الوضع عن طريق مدير المدرسه ومن ثم عن طريق المدارس عن طريق تقوم اولياء الطلاب بتقديم طلبات اذا كانت الميول، وتدرس كل حاله على حدة. لا نستطيع أن نعمم. أنا أتكلم في الاتجاه العام. الاتجاه العام ميول علمي وأدبي. أيضا نحن في الريف البعيد صعب جدا أن نستطيع أن نؤمن أوطة تدريسية لشعب علمية طبعا. أو أدبية، وبالتالي تكون المخرجات ضعيفة جدا. نحن حريصين جدا أن تكون المخرجات قوية، وبالتالي من خلال تأمين الأوطة التدريسية نقوم بمثل هذه الحالات بمعالجتها. قد تكون لدينا مدرسة قريبة سنوية في مدرسة قريبة يوجد فيها عدد معين من الطلاب يتوجهوا إلى هذه السنوية والعكس صحيح. نحن حريصون أن يكون طبعاً. كما ذكر الأخ أبو يزن لدي 4 أطفال وبالتالي استئجار في المدينة أمر صعب وتنقلات إلى المدينة أمر صعب. حريصون جدا أن يكون أن نؤمن التوجه العلمي أو الأدبي كما يريد أبنائنا الطلاب، ولكن أيضا لدينا بعض نحن حاجات بحاجة لديهم. ناخذ كمان اتصال من فاتن. يعني نحن أكيد تسعدنا مشاركاتكم وأسئلتكم. تفضلي فاتن. مرحبا. يا هلا. يعطيكم العافية. الله يعافيك. لو سمحتي بس بدي أسأل السيد محمد عن تأخر المباشرة. مباشرت شو؟ أنا متخرجة من الدورة الفصلية من هديك السنة. وفي طالبات من دورتي يعني عم يداوموا بمدارس، فما بعرف ليش هيك في تأخر كتير بالمباشرة. هل استوفت الأوراق أوراق التعيين جديد؟ يعني تعيين جديد حضرتك؟ تعيين إيه اللي طالع التعيين كذا شهر وعامل الأوراق. والأوراق جاهزة ووضعتي نفسك تحت التصرف؟ إيه لكم. وضعتي نفسك تحت التصرف؟ إيه؟ نحن لدينا حاليا تشكيلي للذين وضعوا نفسهم تحت التصرف. عدد لا بأس به، وإن شاء الله يجب أن تصدر خلال هذه اليومين القادمين التشكيلي بالنسبة للوضعين نفسهم تحت التصرف الجدد. وكلما استوفوا زملائنا الجدد بالنسبة لأوراقهم، وبالتالي لا نستطيع نحن أن نقوم بإصدار تشكيلي لكل شخص على حدة، لأن نقوم بدراسة التشكيلات جملة، وبالتالي نقوم ب وضع هؤلاء الزملاء في الأماكن التي تحتاج إليهم. يعني على سبيل المثال لدينا كما ذكرت 50 اسم حاليا في التشكيلي، بحدود 50، وإن شاء الله خلال هذا اليومين سوف يتم إصدار هذه التشكيلي. نعم شكرا كثير. شكرا فاتن. وانت بدك تضلي عم تراجع، يعني هو اذا هي عم تقول تأخر، هو هذا التأخر لدراسة أوضاع الجملة. لدينا اسم واحد اسمين، وبالتالي لا نستطيع أن نصدر هذا التشكيلي لأسباب تتعلق ب بالوضع الأطر التدريسية في تمام المدارس تمام. يعني نحن بحاجة مثلا على سبيل المثال يوجد لدينا كثير من زملائنا الذين تقدموا بطلبات نقل إلى مناطق أقرب إلى سكنهم، قد يكونوا من قدم 2013 أو 2014 أو حتى 2012، وبالتالي نحن بانتظار أن نقوم بتعيين زملاء جدد من 2015 الوضعين حتى نقرب حتى نستطيع أن نقوم نعم بتقريب هؤلاء. هو يعني معروف اللي بيبدأ جديد بده يكون شيء طبيعي يعني نعم كم نعم سنة بيكون بقيان، يعني قدي بده يضل بهاي المنطقة؟ أحيانا يبقى سنتين، أحيانا ثلاث، أحيانا أربع، حسب المناطق. نحن دوما وأبدا نسعى إلى توطين التعليم. يعني على سبيل المثال عندما يتوفر لدينا من أبناء المنطقة نفسها أو من أبناء القرية نفسها فهذا مريح جدا، مريح لمديرية التربية يعني كعمل. إذا من نفس المنطقة بتبعتوا على منطقته طبيعي طبعا يعني. على سبيل المثال عندما وإذا كانت منطقة بعيدة، يعني على سبيل المثال كما اتصل الأخ أبو يزن من عرامه، يعني ما أجمل أن يتوفر لدينا أطر تدريسية من نفس القرية طبعا، وبالتالي يوفر جهد على زملائنا الذين يقومون بالانتقال إلى هذه المدارس، وبالتالي يوفر على حاله بالضبط وتستقر العملية التدريسية في هذه المدرسة مباشرة. حلو، يعني هي فكرة توطين التعليم. توطين التعليم مهم وكل جدا، وكل ما توفرت يعني يعني مجموعة عدد معين جديدة ممكن نقوم بالتعليم. نقوم بالتعليم نعم تشكيلات نعم. يعني نحن نعم معنا روبا. تفضلي روبا. ألو مرحبا. يا هلا. لو سمحتي فيني أسأل الأستاذ سؤال؟ تفضلي. إحنا عندنا بالضيعة مدرسة السنة أحدثناها ثانوية، فيها 11، فيها 8 طلاب، والسير للمدرسة القريبة علينا
تكلف كل طالب 6000 ليرة أجر طريق. شو اسم الضيعة؟ كويقة. كويقة. هلا مشكلتنا نحن مع المديرة واقفين، هلا طلابنا مقاعدينهم بالبيوت إلى جمعة فاتحة المدرسة، فيها تفتح لنا هالشعبة؟ كويقة أول شيء المدارس فتحت البارحة وليس الجمعة. هلا والله ما راحوا على المدرسة، هاي مبارح وهي اليوم ما بعتناهن على المدرسة، جينا بدنا نتعاقد بسيارة، السيارة 6000 ليرة من هون للصامو يعني شهر. هناك موضوع مهم جدا بالنسبة ل هن أصبحوا صف ثاني ثانوي، لا هني حادي عشر، حادي عشر ما في غير طالبين عندنا، لا عندنا 2 طلاب من طلاب العام الماضي، العام الماضي درسوا في القرية نفسها، درسوا في القرية نفسها بس صف أول ثانوي. المديرة هلا قال بدنا ما بعرف بتعرف يجب أن نعود قبل كل شيء، يجب أن نعود إلى موضوع على قرار إحداث هذه الثانوية. إذا كان إحداث صف أول ثانوي فقط فبالتالي لا يوجد قرار إحداث الصف الثاني، أما إذا كان إحداث قرار إحداث ثانوية فهذا شيء طبيعي أن يكون صف أول ومن ثم صف ثاني ومن ثم صف ثالث. هذا الموضوع نقوم بدراسته، وأتمنى الاتصال، تستطيع أي إنسان من أي ولي أمر من هؤلاء الطلاب أو حتى أنا أقوم بالاتصال مع المديرة وأستفهم عن هذا الموضوع إن شاء الله. طيب أستاذ، قرية قويقة. نعم قرية قويقة، نعم موضوع مفهوم. نحن كويقة القرداحة 2 طلاب قاعدين، الأهالي ناطرين لتوافق المديرة تفتح لنا 11 أدبي، والله السير صعب، أقرب مدرسة علينا الصام وعم تشوفها 6000 ليرة بالنسبة. يوجد أدبي علمي أم بس فقط أدبي؟ هذيك السنة كانوا أدبي، هلا العاشر صار عنده علمي 10 ونحن طلعنا 11 أدبي. نعم 8 طلاب 9 طلاب، بس المديرة كونها جديدة فخايفة من قرار إنها تفتح، ورحنا الأهالي كلها لعندها بدنا نقعد أولادنا بالبيت، والله ما عندنا قدرة مادية. ماشي ماشي يا أختي كريمي ماشي. لو سمحت هالموضوع ما بعرف. شكرا ربا. تكرمي. طيب هلا هي ما عندها 11 بالأصل المديرة يعني ما عندها؟ يكون لدينا هذا عبارة عن إحداث أو نمو في العام الماضي موافقة على إحداث صف أول ثانوي فقط. وليس ثانوي، ثانوي مباشرة صف أول ثانوي، أما إحداث أول ثانوي فهذا يتطلب أيوة. قرار حتى إحداث الصف الثاني الثانوي. أما عندما نقول بإحداث ثانوية فشي طبيعي صف أول ثاني ثالث. طيب يجب العودة إلى القرار، وبالتالي يجب كان من المفروض أن هذه المشكلة تناقش قبل هذا، كنا قمنا بإصدار مثلا هذا القرار، شفنا اتضحنا إذا كان لدينا بيئة مدرسية تكفي لإحداث هذه الثانوية وبالتالي ممكن إحداث صف ثاني ثانوي، ولكن كما ذكرت طب هلأ 8 طلاب أدبي يعني 8 طلاب ممكن أدبي ينفتح شعبة ولا هو صعب؟ الحد الأدنى 15 طالب أحيانا إذا كان لدينا 13 طالب 14 12 طالب يعني أحيانا ممكن التجاوز، أما إذا لدينا 8 طلاب فكما ذكرت منذ البداية هناك صعوبة جدا بتأمين الأطر التدريسية هذه سنوية وليست عبارة صح. عن مرحلة التعليم الأساسي بدك تجيب كل المواد وكل المواد، وبالتالي التعليم أساسي ممكن معلم. هلا هيك بهاي الحالة بيروحوا على قرية بس عم تقول أنا هذه الأخطرة أنه التأكد من قبل هيدي استدعاء مديرية الثانوية المدرسية والتأكد عن قرار الإحداث وبالتالي مناقش هذه المشكلة، وإذا كان في من حلول فمباشرة نقوم بحلها، وإذا لم يكن فيجب أن ينتقل إلى أقرب مدرسة في إذا كان ما في غير هذا الحل تماما. نعم نعم نحن كنا عم نحكي يعني حتى يعني الحقيقة نحن مثل ما قلنا منرحب بكل الاتصالات، بس نحن عنا يعني محاور أسئلة، كنا عم نحكي على الكتب المدرسية وأنه تم توزيعها وحتى الكتب بين الكتب القديمة والجديدة يفضل دائما أنه تكون جديدة في حال مثل ما قلت نحن اليوم بوضع خاص يعني طبعاً. بالبلد عموما ممكن ما يتوفر، فممكن تدوير بعض الكتب. نعم بالنسبة لكتب الثانوي بيتم شراء من وين؟ شراء من مطبعات مدرسة لديهم مستودعات متوفرة مختلفة موزعة متوفرة، ويستطيع الطالب شراء هذه الكتب أو شراءها من قبل بعض زملائي أيضا. نعم طبعا نحن بنعرف أنه كتبنا بالمرحلتين يعني الأولى الحلقة الأولى والثانية التعليم الأساسي كلها مجانية مجانا، نعم ما عدا الثانوية تم شراء. نعم معنا اتصال من مين؟ نحن معنا لقطات للكتب المدرسية عم بيقولوا لي الزملاء، يعني هي اليوم شوف إقبال يعني الناس عم تشتريه طبعا، وبيضل نحن سعر الكتاب عنا سعر يعني كما هو واضح كتب متوفرة ولا يوجد أي ازدحام.
الحمد لله يعني. الحمد لله. مهم انه تكون موجوده، ما في نقص باي ماده لحد الان، لسه ما اجانا، نحن بيتصلوا فينا بس الحمد لله لحد الان ما اجانا يعني اتصالات مثلا انه ما في كتب، او والله ما مثلا في في مدارس ما بتعطي غير القديم، بس انتم بتصور بتوزعوا ضوء خطه عادله. نعم، حتى البعض حتى البعض يعني اريد ان اؤكد على نقطه مهمه كمان نلاحظ الان، هناك موضوع التسعيرة. حتى زميلنا مدير مطبوعات المدرسية أكد على هذه النقطة، أنه في كل مستودع هناك تسعيرة. كثير من أحيان يقول أخذ أمين المستودع زيادة عن السعر، هناك تسعيرة موضوعة في كل مستودع، يستطيع أمين يستطيع الشاري أن يجمع ما دفع، وبالتالي يجمع أسعار الكتب، وبالتالي تكون 100% مطابقة. نعم، هاي التسعيرة. نعم. كلها واضحة، وهي تسعيرة طبعا وزارة التربية أو تماماً. المطبوعات مطبوعات المدرسية. نعم نعم، كلها متوفرة. طيب أستاذ، في أيضا جملة من الإجراءات يعني قبيل افتتاح المدارس تقومون بها، أو حتى بعض يعني العمليات، منها مثلا السبر لدخول مدارس متفوقين أو مدارس المتميزين أو مركز المتميزين، ما بعرف إذا سبر اللي بدهم يدخلوا يقدموا أحرار أو بكالوريات، ما ابتدأ بعرف ابتدأ التسجيل هذا عبدي. نعم كمان. نعم التسجيل. نعم. يعني أنتوا صيف شتاء عم بتهيئوا لها، ما بعرف من وين بتحب تبدأ حضرتك يعني. أبدأ بما انتهي لانتهى موضوع المتميزين كما هو واضح لدى الجميع، اختبار. نعم. المركز المتميز. ماشي نقاطع، أنا آسف ناخذ كوسر، نحن منضل عند النقاط اللي عم نحكي فيها بس حتى ما نمطر المشاهدين. تفضلي كوسر. كيفك مدام لبابا؟ يا هلا، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، يعطيكم العافيه. الله يعافيكي وكل عام وانتم بخير. تفضل. وانتم بألف خير ان شاء الله ينعاد على الجميع. الله يخليك. بس بعد اذنك مدام بالنسبه. نعم. للاستاذ نسخه الحادي عشر العلمي ما عم نشوف، وين بدنا نشوف نجيب للولاد نسخه حادي عشر علمي؟ ايوه نعم، تفضل. شكرا. باي منطقه؟ باي منطقه؟ باي منطقه؟ دعتور بسنادة. دعتور بسنادة. ايه بعد اذنك. نعم. شكرا كوسر، خلي لي اياكم. شكرا. يا رب يعطيكم الف عافيه. الله يعافيك. كل المواد يعني النسخه ولا؟ لان قلت بجوز الرياضيات فيها تعديل. لا النسخه كامله. انا كما ذكرت يجب ان يفهم الجميع ان هناك المطبوعات المدرسيه هي التي تعني بتوزيع، ولدينا فرع للمطبوعات المدرسيه هو من يقوم بتوزيع الكتب المدرسيه على المدارس، وليس مديريه التربيه. نعم. عباره عن فرع للمطبوعات المدرسيه، وتستطيع الأخذ كوسر بكل سهولة. وأنا أتكلم يعني عن زميلنا الأستاذ أيمن، فهو نعم ونحن رح نستضيفه متعاون جدا جدا بهذا الموضوع. نعم. وتستطيع لدينا أكثر من مركز، ولكن على علمي بالنسبة لسكن الدعتور لا أعرف إذا كان في ساحة حلوم يوجد مستودع للكتب إذا كان يحوي مثل هذه الكتب، أما إذا لا كان يحوي فباستطاعتها مديرية فرع المطبوعات المدرسية والموجود حاليا عند حديقة أبي تمام. نعم. نعم هنا مستودع، وفي أمام المرفأ، وأمام المرفأ مستودع. نعم. ومطبوعات مدرسية موجودة المديرية في أمام جريدة الوحدة سابقا. نعم. ويستطيع أكثر من مركز لتوزيع الكتب، بس هي متوفرة. عم تقول هي إنه ما قدرت تلاقي له، فمتوفرة. كما ذكرنا مدير المطبوعات موجود جميع الكتب، ولا يوجد أي نقص في أي هاتفي. أكد هذا، أكد إنه نعم. كله نعم. متوفر. كل الكتب متوفر. نعم. معنا نوار، تفضل نوار. أنا نوار. تفضلي نوار. نعم أهلا نوار. نوار عيسى غريب. أهلا وسهلا. خريجة معهد فنون. نعم. وعم أدرس هلا ترجمة إنجليزي كمان. أهلا وسهلا، تفضلي نوار. الله يسلمك مدام. هلا أنا يعني خريجة فنون يعني، وفي مدارس مثلا ما فيها شواغر وما فيها معلمين. طيب هل الشاغر بضل صادق يعني ليش؟ ما قدم على ساعات مبارحة بالتربية؟ فنون عمل يدوي أم فنون نسوية؟ فنون تذكيرية وتطبيقية. تذكيرية وتطبيقية. نعم أيوة. المعهد على الكورنيش. نعم نعم نعم. أيوة. هذا التربية. نعم أيوة. يعني مبارحة بالتربية بدي قدم على ساعات، الساعات ما بيعطوها غلا ضمن الملاك. طب أنا ماني من ضمن الملاك صح، بس في شواغر بالمدارس. نعم. بتمنى اني اعطي مثلا مدرسه فيها شاغري ما فيها ما يدرس حدا. طب انا عامل حقي مثلا درس فيها. طيب نعم. بدي اعرف انه مثلا ليش هالشيء ما بيصير يعني. ما طيب. السنه الماضيه قدمت على الشاغر، ضلت كل العام الدراسي ما في معلمي بالمدرسه. باي مرحله التربيه؟ باي مرحله؟ اي مرحله؟ مرحله حلقه اولى. حلقه اولى. نعم حلقه الاولى. معلم الصف هو من يقوم بهذا الحال. اذا كان في هناك شاغر
أما الحلقة الثانية ممكن تكليفا ولا لا يوجد لدينا أي شاغر، قد تكون طيب. إذا توفر بعض الشواغر نتيجة إجازة صحية أو أمومي إلى ما هنالك، ولكن يا أخت كوش يا أخت نوار تعرفين أنت أن العاملين من داخل الملاك هم عاملون في الدولة، وبالتالي يجب أن يقوموا بتدريس نصاب معين، وإن كان هناك بعض الشواغر فنقوم بتكليف بعض المكلفين من خارج الملاك. أما بس نعرف بالتربية طيب. في ساعات ساعات لدينا، نحن أقول لدينا حاليا ساعات مثلا اللغة العربية لدينا شواغر، الرياضيات طيب. لدينا شواغر. سي لو سمحت تفضل. المدرسة عم يبعثوا آخر الحصة، بتكون عم يبعثوا الطلاب على البيت، يعني ما في معلمة، أنه الشاغر ما في معلمة، عم يبعثوا آخر حصة الطلاب على البيت، والطلاب بيكونوا بالشوارع، بيظلوا بالشوارع. هذا ليس شاغر، هذا تقصير من قبل مدير المدرسة وليس شاغر. هو عنده معلمة وعنده زيادة أحيانا. أنا بدي حتى آخر هالساعة أنا أفيد الطلاب، يعني أنا بكون مسرحيات وأعمال يعني بشغل فيها الطلاب، تفكير الطلاب يعني بنمي موهبة فيهم يعني. بتمنى أن يقدم أني شيء للتربية، شيء للأطفال، نحن يعني نتمنى أن يكون لدينا الشاغر ونستفيد مثل خبراتك يا أخت نوار. طيب أستاذ، هلا في مدرسة فيها شاغر وأنا بعرفها، ما رح قلش حضرتك، ما رح قلش المدرسة، بس طيب. في مدرسة فيها شاغر بالمنطقة اللي أنا فيها. طيب إذا لم تريدي أن تقولي فكيف لي أن أعرف أي مدرسة؟ أنا مبارحة بالتربية. طيب بتراجعي يا نوار يا نوار بتراجعي الأستاذ راجعيني غدا صباحا أو بعد غد صباحا واعطيني اسم هذه المدرسة ويتم التأكد من هذا الموضوع. نعم اسمع علي بلال بشور، أنا أقول لديك لم أحرجك في موضوع أن اسم المدرسة، أقول راجعيني وان شاء الله اذا كان في يعني اذا كان بدي تعلم يا استاذ، بدي تعلم ولو بلا مصاري، انا ما بدي راتب، بدي اعطي افكاري للطلاب. طيب نوار شكرا. اذا كان في هناك من امكاني تكليفك بس تشوف طيب. اعمالي بس شوف اعمالي انا. طيب نوار عن جد راح ادخل اني فعلا معلمي، ما بس رسم ومسرح. لا نقول غير ذلك يا اكيد ما عندنا شك نوار، شكرا جزيلا شك. وراجعي الاستاذ لان اكيد هلا ما هلا راح يعطيكي قرار، نحن هلا هون ما مكتب الاستاذ هون للاجابه على التساؤلات، وقال لك بامكانك تراجعي، وان شاء الله نحن واثقين انه الاستاذ محمد اذا في مجال ما راح يكون إن شاء الله. إن شاء الله. مقصر معك أكيد. ومع امثالك يعني هلا هيك لو سريعا انه هلا هيك مثل نوار هدول ليش ما يعني ليش ما في مسابقات لتعيينهم يعني بشكل عام؟ المسابقة تأتي ضمن الحاجات يعني عندما تقول حاجة معينة لمسابقة فيتم رفع هذا الكتاب إلى الوزارة، وبتعرف كما حضرتك تعرفين بحاجة إلى أمور إجراءات إدارية معينة ومسابقات وحاليا خاصة. نعم أستاذ، نرجع لحديثنا أنه طلاب الصبر. نعم هناك كما ذكرت لدينا في هذا الصيف انتهينا من اختبار المتميزين والذي كان على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى ثم اختبار شفهي، اختبار كتابي تم تقدم بحدود 700 وشوي إلى عدد نجح منه 153 واحد، أنا أتكلم عن محافظة زقية. نعم. 153 واحد خضعوا لاختبار ثاني ومن ثم إلى اختبار ثالث، هي عبارة عن مقابلة شفهية. وتم اختيار الطلاب المقبولين في المركز التميزي. يعني المطلوب. يعني 75 طالب والحمد لله كان من 75 طالب على حصة محافظة زقية 31 طالب. تقريبا 75 على مستوى سوريا على مستوى المركز. نعم لأن هو صح مركز على مستوى سوريا من لاتية 31 نعم. هذا بالنسبة للاختبار الأول المتميزين، وكما ذكرت هو عبارة نحن كمديرية التربية لدينا دور فقط في الاختبار الأول ومن ثم اختبار الثاني والثالث، في هناك رجال مختصة من مركز المتميزين ومختبر وزارة التربية. بالنسبة لموضوع المتفوقين، موضوع المتفوقين أيضا أصدرت وزارة التربية يوم الخميس الماضي نتائج الطلاب المقبولين في المتميزين في المتفوقين، وكما هو معروف في مدينة اللاذقية يوجد لدينا مدرستين ثانويتين للمتفوقين، الأولى في جبلي والثانية في محافظة في مدينة اللاذقية. طبعا هناك طاقة استيعابية لهذه المدارس هذه الثانويات في الصف الأول الصف السابع والصف الأول الثانوي. تم ترتيب هناك طريقة لحساب الناجحين وترتيبهم من الأعلى إلى الأدنى حسب حصولهم على الدرجات. بالنسبة للصف الثانوي الأول الثانوي هي عبارة عن موضوع الاختبار اللي هو عبارة عن ألف درجة يضاف إليه درجة الطالب في شهادة التعليم الأساسي، ومن ثم تجمع هاتين الدرجتين ومن الأعلى إلى الأدنى ترتب حسب نعم.
الخصوم. هاي بالنسبة للثانوي بدهم 90 طالب. الثانوي في مدينة لازقية 90 في جبل ستين. وبالنسبة للثانوي، بالنسبة للأول الإعدادي الصف السابع، لدينا طريقة لحساب الدرجات، هي درجة الحصول في الطالب في درجته على الصف على الدرجة في الصف السادس تقسم إلى 2، ومن ثم تضاف إليها مجموع الدرجات الحاصل عليها في الاختبار ضرب 4 أمثال، تجمع وأيضا ترتب من الأعلى إلى الأدنى. 60 طالب في نسبة لمدينة اللاذقية، ونفس العدد في مدينة جبلية، يعني مقبولين في الصف السابع 120، في الصف الأول ثانوي 150. طبعا يرتبون من الأعلى إلى الأدنى. في حال واحد فقط، إذا الرقم 60 كان هناك 10 طلاب حصلوا على نفس الدرجة فيتم قبولهم جميعا. نعم، أو إذا تخلف أحد مثلا، تخلف نأخذ بالدرجة 61 تسلسل كما هو كمان بالضبط تماما. نعم. تخلف أحدهم يتم يعني كما ذكرت إملاء الشواغر حسب تسلسل الدرجات. نعم. حاليا لدينا موضوع الثالث، هو موضوع السبر. نعم. موضوع السبر للطلاب الأحرار. نعم، أصدرت وزارة التربية تعليماتها بهذا الخصوص، وابتدأت عملية التسجيل إلى السبر اعتبارا من 8/9 ولغاية 8/10 الشهر القادم يوميا، بحيث تنتهي التسجيل في 8/10 حتى يوم السبت طبعا يوميا. ويستطيع بعد من لدينا امتحان اختبار هو يبدأ في 17/10 على مستوى وزارة التربية، وكما عبارة عن تجربة العام الماضي كانت في المرحلة. نعم أستاذ، يعني كمان لنحط هيك. نعم. يعني مشاهدين بالصورة إنه هذا السبر شو هو، معلومات مثلا إذا كان للتاسع في كمان سبر؟ لا لا، فقط للبكالوريا. إنه شو هي المعلومات هلا؟ هذيك السنة اللي في منهم رسبوا هن كان عمرهم يعني لا يقدموا بكالوريا، بس إنه هن بدأ يقدموا وحر ورسبوا، قعدوا السنة بالبيت وكانوا عاملين دورات ومديانين ومسجلين معاهد وإلى آخره وما نجحوا بالسبر. فما بعرف يعني كيف ما نجحوا بالسبر وهن يعني عم يجهزوا حالهم للبكالوريا. فشو نوع الأسئلة، نوع السبر؟ يعني هو شو المعلومات تجي من السنوات كلها ولا بتجي مثلا من 10 و11؟ يعني بدنا نعرف كيف هذا الموضوع. بالنسبة لموضوع السبر يعني جرى حديث وطويل. نعم. في العام الماضي كان وفي هذا الحالات يعني. نعم، في هذا العام كما ذكرت هناك عبارة عن معلومات عامة تتناول المرحلة الثانوية، ليست بالمعلومات كما نقول هي المعلومات الدقيقة، إنما عبارة عن معلومات عامة. ويستطيع أي طالب في هذا العام الاطلاع على أسئلة العام الماضي، وشيء طبيعي يجب أن تكون نمطة. على نمطة لا جديد على الإطلاق، عبارة عن نمطة ما تتناول مرحلة الصف العاشر والحادي عشر فقط. العاشر وحادي. نعم، يعني معلومات عامة يستطيع يعني الاطلاع ومن خلاله هو السبر. إذا كان الطالب يقوم بدراسة الصف الحادي عشر العاشر ودرس الصف الثاني الثانوي، بالتالي عبارة عن شيء طبيعي جدا يستطيع أن يجتاز هذا السبر بكل سهولة. هي الحقيقة يعني صارت هي العملية اللي حصر الطلاب أو حتى إلزامهم بأنهم يدرسوا العاشر والحادي عشر، لأن في كتير نعم تماما من بعد التاسع اللي بده يحضروا بكالوريا بيكون يدوب كتابة إسعام تماما أو أحيانا يكون شروط التقدم إلى الثالث الثانوي معروفة العمر أو حصول على شهادة الثانوي. إذا كان هذا الطالب حصل في هذا العام على درجة على شهادة التعليم الأساسي وكان لديه هذه المعلومات الكافية يستطيع في العام القادم إذا كان العمر يسمح له بالتقدم إلى الثانوي واجتاز هذه المعلومات فنقول له اجتاز هذا السبب فنقول له هاي فقط للأحرار يعني اللي داوم عنده الأحرار. وثيقة دوام من لديه وثيقة. نعم. نجاح صف أول وثاني ثانوي يتقدم فيها حتى لو مدارس خاصة لا يحتاج إلى سبر. ما هي المدارس الخاصة؟ المدارس الخاصة كثيرا نحن نلاحظ أن الطالب غير مقبول في الصف الأول الثانوي ويقوم بتسجيل في مدارس الخاصة. هذا في الأساس يجب أن لا يكون مقبول في المدرسة الخاصة. ولكن أحيانا لأسباب مختلفة لا يعني إذا جاب وثيقة دوام أنه هو مداوم بالخاصة لا يجب أن يكون مقبول في الصف الأول الثانوي. يعني مثلا طالب غير مقبول على أي أساس؟ عمره طالب غير مقبول في التعليم العام، غير مقبول في التعليم العام، راح على مدرسة خاصة، ذهب إلى مدرسة خاصة وسجل طالب صف أول ثانوي. تمام. كثير من الحالات العام الماضي أنه أنا طالب درست صف أول ثانوي ومداوم ونجحت وصف ثاني ثانوي داوم وكذا، ولكن عند الترشح للامتحان نحن هذا الطالب يعتبر طالب حر
يجب أن يتنبه الجميع إلى هذه النقطة. تمام. إذا كان كثير لدينا بعض الطلاب يعني هذا موضوع أنا أناشد به، يعني هدول اللي ما حق لهم يفوتوا عامي ولا يجب أن يتوجهوا إلى التعليم المهني حصرا، ولكن بعض لم يتوجه للتعليم المهني على أمل أن يقوم بالتسجيل في مدرسة خاصة بصفة مستمع، أحيانا هو طالب مستمع وليس طالب نظامي. طب إذا نظامي مستمع ممنوع، إذا نظامي وبخاصة طالب نظامي يعني جايب 200 علامة وقبلان طالب مدرسة خاصة عبارة عن، أنا أتكلم عن الطلاب الغير مقبولين في التعليم العام. أما طالب مقبول في التعليم العام وحب أن يدرس في مدرسة خاصة طبعاً هذا موضوع مفروض تقوم إدارة الثانوية الخاصة يعني درجته بالتاسع هي بتحدد تماماً له يقوم هذا مدرسة خاصة عادية يعني هو هذا يعني بين قوسين اللي هرب من التعليم الفني تماماً أو تماماً ويريد أن يحاول أنه في صفة مستمع، هذا عبارة عن طيب طالب مستمع. إذا درس بالمس 10 وحادي 10 تجارة أو صناعة وقدم بتجاي ليقدم حر بكالوريا طالب حر أدبي كمان حر لا يؤخذ بوثيقة دوامه، يحتاج إلى سبب إلا التجارة، التجارة طالب التجارة فقط. إذا الطالب درس صف أخذ التعليم التعليم الأساسي ولم يسجل في أي مدرسة يتقدم إلى التعليم التجاري بصفة طالب حر ويحتاج إلى سبب. نعم. طالب التجاري لا يحتاج إلى سبب. نعم نحن انتهى وقتنا أستاذ، بس في نقطة الحقيقة في هيك أهالي وصوني، وهدول الأهالي نعم. اللي كتير بيحرصوا على علامات أولادهم بالأعشار العلامات، يعني أحيانا لما مادة العربي أو حتى الرياضيات وحتى السنة كان يمكن في مادة الديانة يمكن بالتاسع، انه اكتشفوا فيما بعد يعني بتعرف في كتير اهالي مهتمين انه مثلا الاساتذة ما علموا الطلاب على طريقة الاجابة، يعني طالب مثلا جايب تقريبا علامة تامرة اصله كم علامة، انه المعلم او المدرس ما عطيه للطالب انه هاي هيك لازم تنكتب، هذا نتيجة انه مثلا مدرسينا ما عم بيطلعوا من خلال الدورات اللي بديت حضرتك بالحديث عنها، هن ما عم بيكونوا عارفانين كيف بدهم من خلال سلالم العلامات انه هاي المعلومة هاي لازم تكتب هالكلمة لتاخذ عليها العلامة. نحن عم بتصير عنا هاي الثغرات في محافظة اللاذقية ملحوظة السنة الماضية بالعربي، طلابنا مولى الطالب جاب علامة تامة بالعربي بينما مثلا بدمشق 8 جابوا علامة تامة، نتيجة انه الأساتذة كانوا منبهين طلابهم على هاي الثغرات، ما رح نقول ثغرات، هي تفاصيل كتير صغيرة مفروض يعرفوها. نحن اليوم كيف ممكن نتلافى هاي القصص؟ يعني هذا الموضوع مهم جدا تماما، وهنا أؤكد أنا على جميع زملائي المدرسين واللغة العربية وغيرها، وتحديدا في اللغة العربية. اللغة العربية ديانة السنة اللغة العربية كما والديانة يعني لا يجوز، ولكن أنا أؤكد دوما أبدا يجب على المدرس أن يقوم بالمشاركة في أعمال التصحيح، لأنها عبارة عن تراكم خبرات في عمل التصحيح، وبالتالي يعرف من خلال سلم الدرجات أين تذهب هذه المفردات من الدرجات. تمام. وبالتالي يستطيع أن يقوم منذ بداية العام الدراسي. أنا بيفرق فرع جامعة على يقوم ببداية العام الدراسي منذ البداية بإيصال هذه، يستطيع أن ينبه الطلاب الذي يقوم بتدريسهم بعض هذه، انتبه مثلا نقاط معينة درجة قد تضيع هنا أو هناك. لا غير هيك أستاذ أنتوا يعني المدرسين لازم يعملوا الدورات بدمشق، يعرفوا ليش معلم دمشق عم بيعرف أو بجوز غير محافظة معلم اللاذقية عم بتفوتوا، هل طبعا شغلة كتير بسيطة هي بتكون. هنا يأتي الدور، أنا أؤكد المرة الثانية يجب على جميع المدرسين أن يقوموا ببعض المدرسين لا يشترك في عملية التصحيح، وبالتالي هذه الثغرات البسيطة وهذه الدرجات البسيطة تضيع هنا هناك، لأنه هو بالأساس غير مشترك في عملية التصحيح ولا يعرف، يقول البعض أنه أنا جبت سلم التصحيح، لا هناك مناقشة لسلم التصحيح قبل البدء بهذا التصحيح. تمام. وعندما يتفق جميع زملائنا المصححين على هذه الدرجات، ولكن أحيانا باللغة العربية أكثر الدرجات تذهب في الموضوع، الموضوع هناك فهم، هناك شرح، هناك سرد، هناك فكرة معينة يعني قد تختلف بين مدرس وآخر قد أقول أنا. نعم نحن حتى ما نضيع جهود طلابنا، يعني حتى طالب متفوق جايب كله تام يعني بتلاقي مثلا بيروح له 13 علامة بالعربي، يعني يا مره يجب إعادة النظر في مسائل النظر، حرام طالب علمي مثلا جايب كل علاماته العلمي تامة 13 درجة أو 10 درجات في يعني العربي، يعني هي الحياة بتعمل ماضي إشكالي. من تقدم بطلب اعتراضات وكثير من أبنائنا الطلاب استفاد من هذه الاعتراضات بصراحة يعني ايه اكيد. نحن انتهى وقتنا، ولو انه يمكن كنا في كتير اسا موضوعات ان شاء الله بلقاءات قادمة. الكلمة الاخيرة لحضرتك استاذ كما معني كما بداية العام الدراسي، كما بدأت حديثي في هذا البرنامج، وايضا اريد ان انهي التوجه الى جميع ابنائنا الطلاب ومن خلالهم الى
الأهل وأيضا إلى جميع مدرسينا للبدء بعملية ونعتبر اليوم الأول للعام الدراسي هو مثل اليوم الأخير في هذا العام، لما ينعكس ذلك من إجابة على مخرجات العملية التعليمية. وأيضا كما بدأت أريد أن أتوجه بالشكر والشكر الجزيل إلى سواعد وجباه عناصر وضباط جيشنا الباسل لما يقومون به من تضحيات ليبقى هذا البلد صامدا عزيزا مكرما. وشكرا لكم ان شاء الله. شكرا جزيلا الاستاذ محمد قزق مدير التربيه لتلبيتك الدعوه عبر برنامجنا عمرها. شكرا لحضورك معنا. شكرا. ودائما لما بنقول عمرها يمكن البدايه رح تكون مع اطفالنا بتربيتهم وتنشئتهم التنشئه الصحيحه. لما بنقول عمرها بنكون عندنا شباب تاسسوا صح. شكرا للمتابعه، الى اللقاء. تعلي بسواعد بالمجد وبالقصد المارد عمرها تتحبى يا ترى عمرها بجوارح بيضاء بالحب يبان عين فرح بحب عمرها وزينها نطرها عمرها أساس الحيطان الصلبي على عتبي بتساند عتبي عمرها نسم يا شجرة عمرها ضوي ومقصود على اسم النعمة مرصود يا عمرها ضوي يا عمرها عساس حيطان الصلبي على عتبي بتساند عتبي عمرها نسم يا شجرة عمرها يوت ضوي ومقصودي على اسم النعمة مرصود يا عمرها وضوي يا عمرها عمرها بسواعد عمرها بدين عمرها بمحبي وسعبي في العين عمرها في العين عمرها.